حضرتك اندهشت من مقتنيات شقة الزمالك؟ هي طبعا هي مقتنيات ما تعدش يعني أثرية أو تاريخية، هي فنية لها قيمة، قد تكون لها قيمة مالية لكن ما لهاش قيمة أثرية. أنا مش شايف فيها آثار ولا شايف إن هي حاجة يعني مبهرة، بالعكس في الفترات ما قبل ثورة 52 كان أغلبية الأثرياء زي مثلا محمد محمود باشا خليل، والمتحف الشهير بتاعه اللي هو موجود عندنا هنا في الجيزة، لما أوصى بعد وفاته أن تقول ملكية هذه اللوحات اللي هي جابها، كان منهم زهرة خشخاش الفان جوخ موجودة في هذا المتحف العظيم. كان الناس في هذه الفترة بيقوموا باقتناء الآثار، في ناس كانت بتحبها من أجل المتعة والاقتناء والثراء، وفي ناس برضو بتقتني هذه المقتنيات سواء اللوحات الفنية أو التحف بهدف أن هو استثمار. يعني حضرتك النهاردة اشتريت لوحة لرامبرانت، فان جوخ، بيكاسو، يعني مثلا في إحدى اللوحات بيعت لبيكاسو ب 155 مليون دولار. هزار الرشاش كانت عندنا واتسرقت قبل الثورة. فيها قضية طبعا في هذا، بس لحد دلوقتي ولا حد يعرف حاجة. فيعني دي تبع الفنون التشكيلية طبعا، تتبع وزارة الثقافة وليس وزارة الآثار، لأن طبعا ده في فرق. تخيل لوحة موجودة زهرة خشخاش ومفروض في كاميرات وحاجات يعني. طيب دكتور حسين، هل لما احط قدامك مجموعة من التحف الانتيكات تقدر بعينك لأول وهلة تحدد دي يعني ذات قيمة ولا دي عادية؟ طبعا يعني في حاجات كتيرة بتجيلنا بتبقى مضروبة. يعني حضرتك تبص مثلا لو بصينا من منظور الآثري، هتبص تلاقي الهيروغليفي اللي هي الكتابة المصرية القديمة معمولة أي كلام، شكل علامات غلط، الحجر اللي معمول منه يعني ده مزور؟ بيبان. وبعدين في الموضوع ده غش كتير جدا، لأن بيضحكوا بيه عن الناس، يعني عشان إن هم يبدأوا يقول لهم أنا لقيت مقبرة وتعالى اكتشف هذه المقبرة وتاخد فلوس، وابدأوا يدوروا على ناس يخرجوا لهم. أغلبية الكلام ده كله نصب وكذب، وأنا بحذر الناس من الموضوع ده. لا ده احنا بنجيب واحد مش عارف بيحضر عفاريت. لا كل ده كلام كذب، وللأسف اللي بيخاطبوا ناس يعني مثقفين ودكاترة ومتعلمين. أصل بقول لك احنا لو لقينا حتة قد كده بنعدي بقى. وزئبق الأحمر وكل القصص دي كلها حاجات يعني. هنروح نشتري أمريكا مثلا. طبعا كل ده كلام بيضحكوا بيه على الناس، وطبعا الأثر لها ناسها، وده تخصص وده علم، واحنا كأثيرين بنحفر بشكل منهجي وبشكل علمي، والموضوع مش بالسهوله اللي هم بيتخيلوه. مش اي يعني مكان تلاقي الحفر عندك مش بيتم بشكل عشوائي؟ لا على الاطلاق، زي التنقيب على البترول. طبعا حضرتك بتحفر في مكان اثري له قيمته وله تاريخه، وناس قبل كده حفروا اللي هي منطقه الاهرامات. الاهرامات، سقاره، الجيزه، الاقصر، معبد الكرنك. يعني حضرتك بتروح حته يعني لها تاريخ، يعني مثلا طب حاجه عندك هضبه الاهرام، الحفر بيتم هضبه الاهرام المرتفع بتهضبه الاهرام، ده الهرم نفسه في اثار. تنزل المنطقه بتاعت حدائق الاهرام ما فيهاش حاجه، لان المصري القديم كان بيختار الاماكن بذكاء وحاجه مناسبه لطبيعه المقابر، للحفاظ عليها، للبعد عن الفيضان، للبعد عن نهر النيل، لان هي موجوده في رمال جافه تحافظ على هذه الاثار. مش اي مكان حضرتك تحفر فيه تلاقي اثار.